بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نصل إن شاء الله لآخر درس من دروس حساب كميات العبارات. طبعا احنا بنحسب الخرسانات وبنحسب الاستراكشر اكسكافيشن، لأن هي ديت أصعب حاجة في حساب العبارات. أما بالنسبة لباقي الأيتمز فحاجات بسيطة زي الووتر ستوب أو أي حاجة، أو أي حاجة تختص العبارات بتكون باللينير ميتر، أو نقدر نعمل لها فريم، حاجة سهلة يعني. لكن دي طبعا اللي فيها افكار وفيها شغل، فاحنا بنشرحها تيسيرا على الاخوه وتيسيرا على الناس. اذا حبيت احصل على الرسمه ديت، ما علي الا اني اضغط دبل كليك على الايه الرسمه، هتظهر عندي رسمه اوتوكاد، لان انا مخليها اوتوكاد. لما لصقتها كانها ايه اوتوكاد. هيفتح عندي ملف اوتوكاد، هلاقي الرسمه ديت موجوده في الاوتوكاد، اقدر اخدها كوبي وبيست. لا، فتحت معايا لاند. طبعا هقول له ايه، هقول له كانسل. فتحت عندي بالشكل ده، هتفتح معاكم طبعا اوتوكاد. باخد دي كوبي كده كوبي، واروح اعمل ديت مينيمايز، وهلاقي مينيمايز، وافتح الايه الاوتوكاد، واعمل لها بيست على الايه على الاوتوكاد. اقول لها بيست تو اوريجينال كوردينيت، لان هي طبعا مرسومه بإحداثيات أو لزوم اكستند. بقت عندي هنا، هاجي للرسمة أحفظها بدون أقفلها بدون حفظ، عشان أحافظ على ملف الإكسل بتاعي. لما أجي أقفلها هلاقي الإيه ملف الإكسل بتاعي رجع زي ما هو، كان متهشر من شوية، والرسمة لقيتها موجودة عندي زي ما أنا رسمتها بإيه، زي ما أنا رسمتها بالظبط. هنا عندي عندي الوينج وول، طبعا عايز الاستراكشر اكسكافيشن. طيب أنا عندي ده الناشرال جراوند، بعمل ايه زي الدرس اللي فات بالظبط. بحمل الليسب، اكتب اي انتر اللي هو الايه الاي ليسب. طبعا ده مش متحمل هنا، اقول او بي اي نيو. طبعا هبعت لحضراتكم الايه الليسب بتاع الاي، اقول له لود كلوز ايرلي سكسس، اقول له اي، ومن اي بكتب ايه اسم الملف، وبعد كده باخد الايه النقاط بتاعتي. ادي اول نقطة، فين هنبدأ؟ من نقطة واحد. طبعا انا بدأت كل واحد، يعني ادي نقطة واحد واثنين مع الجريد، نقطة رقم ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. طبعا ده زي ما مرسوم عندنا في التصميم بالظبط. يبقى المساحة عندي الاقيها بالشكل ده المتهشرة، اللي هي ما بين نشر جراوند وما بين، وهاخد 30 سنتي، لان في النشر، لان في الاستراكشر اكسكافيشن باخد 30 سنتي زيادة، او على حسب التصميم اللي موجود عندنا، او حسب الاتفاق يعني في البي او كيو. باخد الكلام ده وبحسب المساحه ديت. طبعا باخد الاحداثيات ديت وبلصقها فين، بلصقها ده طبعا للجزء الايه للجزء الشمال، وده للجزء الايه للجزء اليمين، ده للاوتلت وده للانلت، ايا كان اذا كان على الشمال او في الناحيه الايه في الناحيه الشمال او في الناحيه اليمين. احيانا يكون هنا الانلت وهنا الاوتلت، او احيانا يكون هنا الانلت وهنا الاوتلت. باخد طبعا بعمل تكست اوت بالليسب اللي هو بتاع اي، شرحناه في الدرس اللي فات، وبلصق هنا الايه الاحداثيات بتاعتنا. وما انساش اكرر النقطه الاولى، وعند نقطه الكلوز اللي هي الايه اللي هي النقطه الاخيره اللي انا مسميها نقطه الايه نقطه كلوز. وطبعا المعادلات هنا بتحسب لوحديها. هنا طبعا هنا عندنا المعادلات، وبعد كده بتطلع لنا الاريا، وبعد كده بنراجع باقي الايه باقي الفريم. وبعد ما بنكتب بيانات العبارات زي ما تعودنا بيانات العبارة، وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حساب الاستراكشر اكسكافيشن والكونكريت للعبارات. والله الموفق.